طيب بسم الله، احنا كده ايه، شفنا ازاي الكمبيوتر بيشتغل، شفنا مكونات اجهزة سيسكو الداخلية. المكونات الداخلية دي يعني في 90% من اجهزة سيسكو. في حاجات بقى احنا مش عارفين لازمتها ايه، هي مثلا البوت ستراب، الكونفيجريشن ريجستر، في بعض الحاجات كده هيبان فايدتها لما نشرح ايه بقى. بص، السيسكو ديفايس بوت اب بروسيس او البوتنج بروسيس، ايه اللي بيحصل مع بداية تشغيل الجهاز؟ بص، اول ما بتشغل الجهاز الهاردوير بيحصل فيه حاجة اسمها ايه؟ باور. اول حاجة بتحصل الباور اون سيلف تيست، يبدأ الجهاز يشيك على ايه؟ يشيك على الهاردوير اللي عنده، بيعمل حاجة اسمها بوست. من خلال البص ده بيشيك بقى هل مثلا الرامات موجوده تمام، الفلاش موجود تمام، عارف ده شبه في جهاز الكمبيوتر كده. اول ما يشتغل لو انت شايل منه الرامه مثلا مش مركبها، هيكتشف وهو بيشتغل ان الرامه مش راكبه. عارف الجهاز الكمبيوتر بيعمل ايه؟ بيصفر، تلاقي الجهاز كده بيطلع صفاره. طب عارف منين ان الرامات مش موجوده؟ عشان هو في بدايه التشغيل بيعمل ايه؟ الباور اون او اثناء تشغيل الجهاز سيلف تيست، يتاكد ان كل قطعه في ايه، في مكانها. طيب وبعدين لو اتاكد ان كل حاجه تمام، اصل الرام لو مش موجوده خلاص كده الدنيا وقفت، يعني في حاجات لو مش موجوده الدنيا، البروسيسور لو مش موجود الدنيا وقفت. طب لو كل حاجه تمام، مين اول ابلكيشن يستلم، اول سوفت وير يستلم؟ اللي هو البوت ستراب اللي احنا مش عارفين لازمته، اللي هو موجود جوه ايه بقى، جوه الروم. روم دي يعني ايه؟ ريد اونلي ميموري، يعني المحتوى بتاعها ريد اونلي، المحتوى بتاع الميموري دي غير قابل للتعديل. تمام، احنا قلنا الميموري في منها ايه؟ في منها نون فولاتايل زي الفلاش، دي ممكن احط واشيك، فولاتايل دي ممكن احط ومضاد تمسك كهرباء تطير، دي بقى محطوط فيها حاجات هي جايه من المصنع، محطوط فيها حاجات غير قابله للتعديل، ما ينفعش تمسحها ولا تعدل فيها. يعني ريد اونلي، ريد اونلي ميموري. مين بقى يشتغل فيها في البدايه؟ البوت ستريب. البوت ستريب احنا اتفقنا مع بعض اي ابلكيشن عشان يشتغل بيتعمل له لودنج فين الاول؟ ها، في الرامات. يبقى المفترض دلوقتي الرامات بتاعتنا اهي، انا هاخدها كده انقلها بره كده. الرامات بتاعتنا في بدايه التشغيل بعد ما يحصل باور اون سيلف تيست، اول حاجه بيتعمل لها لود في الرامات هي ايه؟ البوت ستريب. بنجيبه منين؟ بنجيبه حضرتك من الايه، من الروم. البوت ستراب ده بقى يبدا يعمل ايه بقى؟ بص، احنا هدفنا ان الجهاز يشتغل، وعشان الجهاز يشتغل، عشان الجهاز يشتغل محتاجين اي او اس، صح كده ولا ايه؟ هو ده نظام التشغيل اللي من خلاله هنستخدم الجهاز، ومحتاجين كمان مع الاي او اس الكونفيجريشن فايل. فهتبقى هي دي وظيفه البوت ستراب. البوت ستراب بيتعمل لودنج في الرامات عشان هو بنفسه يدور على الاي او اس وياخده يعمله لود فين؟ في الرامات. وبالتالي يبقى هنا موجود ايه؟ الاي او اس اللي هو ملف دوت ايه؟ بين، صح كده؟ وبعدين البوت ستراب يدور بعد كده على ايه؟ على الكونفيجريشن فايل وياخده ويعمل له لود فينها؟ في الرامات. فاصبح الرامات فيها ايه؟ نسخه طبق الاصل من الاي او اس، ونسخه طبق الاصل من الايه؟ من الكونفيجريشن. خد بالك هنا الكونفيجريشن كانت موجوده فين؟ في الستارت. البوت ستراب نقلها من الستارت لايه؟ احنا قلنا الرام دي بيقول عليها ايه؟ رن. تمام كده؟ لو انت ان شاء الله عملت اي كونفيجريشن جديده، قلنا اي حاجه بتعملها بتتخزن فين؟ في الرام على طول. يعني لو انت عملت كونفيجريشن وطفيت الجهاز من غير ما تعمل سيف هتلاقيها طارت. كان لازم تعمل ايه؟ تسيف. كنا بنسيف ازاي؟ يا اما بالكوماند ده رايت وير، يا اما بقول لك ايه، انا عايزك تكوبي نسخه من الكونفيجريشن اللي في الرام تحطها لي فينها؟ في الستارت. ابص الكوماند ده مفهوم، كوبي اللي في الران، يقصد ايه باللي في الران؟ الكونفيجريشن.
حطها لي فين؟ حطها لي في الستارت اللي هي ايه؟ الانفيرتر. اه هاي سايبها لك بحيث ان انت طفيت الجهاز الكهرباء قطعت الاعدادات اللي انت عملتها ما تطيرش. فوظيفه زي ما انت شايف كده البوت ستراب يلود الاي او اس، يلود الايه، يلود الكونفيجريشن. بس السؤال بقى ازاي البوت ستراب ده هيعمل لود للاي او اس ويعمل لود لل، ازاي هيعرف مكانهم اصلا؟ خد بالك انت ممكن يكون الجهاز بتاعك راكب فيه اكتر من فلاشه، شايف الفلاش دي اللي هي زي ما يكون جهاز الكمبيوتر راكب فيه اكتر من هارد، صح كده ولا ايه؟ ممكن يكون راكب فيه اهو كذا فلاش، فلاش. ممكن يكون جهاز الكمبيوتر بتاعك اصلا الفلاش اللي فيه ما فيهوش ايه، ما فيهوش اي او اس. طب وبعدين؟ طب ممكن يكون عندنا سيرفر كده كنا اتكلمنا عليه، سيرفر بيسموه تي اف تي بي سيرفر، تي اف تي بي سيرفر. هتعرف ان انا ممكن اكون حاطط نظام التشغيل بتاعي على تي اف تي سيرفر، يعني الاي او اس، الاي او اس بتاعي الاي او اس بتاعي ممكن يكون موجود على سيرفر بره. يعني انا محتاج ايه؟ محتاج البوت ستراب والجهاز بيشتغل، بص يعمل ايه؟ يقوم جاي رايح للسيرفر اللي بره ياخد منه الاي او اس ويعمل لودنج فين؟ رامات، صح كده ولا ايه؟ طيب والمفترض البوت ستراب لو ما لقاش اي او اس لا في الفلاش ولا في السيرفر، احنا قلنا مين بقى الملاذ الاخير بتاعنا؟ يبقى هو وظيفه البوت ستراب يدور على الاي او اس بتاعي في اماكن معينه. طب يدور الاول في الفلاش ولا يدور الاول في التي اف تي بي سيرفر، ولا ما يدورش في الفلاش ولا يدور في التي اف تي بي ويخش على ده على طول؟ اللي بيحدد ده قيمه الكونفيجريشن ريجستر. الكونفيجريشن ريجستر ده عباره عن رقم، هو اللي بيحدد للبوت ستراب يدور فين، يبص فين الاول. تمام كده؟ طيب لو انت عايز البوت ستراب اول ما الجهاز يشتغل ما يبصش في الفلاش ويروح يجيب الاي او اس اللي هنا براحتك، عايزه يبص في الفلاش الاول وبعد كده يبص في التي اف تي بي وبعد كده ما لقاش يدور في الروم، ظبط ده بقيمه معينه تعمل كده. عايزه ما يبصش في الفلاش ولا يبص في التي اف تي بي ويقوم جاي باصص على طول في الروم، ظبط ده. ده اللي بيحدد ده باي ديفولت قيمته كام؟ بص ده 16 بيت، صح كده؟ 16 بيت، يعني ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. زي مثلا لو ده 1 1 1 1 اول اربعه، لو كتبناهم بالهكسا يبقوا كام؟ اربع وحايد بالهكسا يتكتبوا اف. طب لو 1 0 1 0 لو كتبناهم بالاكسا يبقوا كام؟ يبقوا حرف ايه؟ طب 0 0 1 1 لو كتبناهم بالهكسا دول يبقى كام؟ 3. طب 1 1 مثلا 0 0 دول لو كتبناهم بالهكسا هيبقوا 12، يبقى اي بي سي. لما احنا بنيجي نتعامل مع ده لما بنيجي نكتبه بنكتبه بالهكسا ما بنكتبوش، وهو نظام التشغيل او الجهاز بيحوله لايه؟ لبايثون. انا مش هقعد اكتب انا 16 ايه؟ 16 بيت. القيمه الاصليه بقى او القيمه الديفولت للكونفجريشن ريجستر ده كام؟ 2102. خد بالك الاثنين دي احنا شايفينها قدامنا اثنين، بس هي مكتوبه بالهكس، يعني هي هتبقى 0 0 1 0، والواحد ده 0 0 0 1، والزيرو ده اربع اصفار، والاثنين دي 0 0 1 0. بس طب كده اسهل طبعا في التعامل، فعشان كده الكونفيجريشن ريجستر بتلاقيه مكتوب قدامك عباره عن اربع ارقام مش 16 بقى، بس مكتوبين بالهكسا والسيستم بقى او الجهاز بيحولهم للفاين. وتلاقي مكتوب كده قدامه 0 اكس. 0 اكس دي معناها ان خلي بالك تيك كير، الرقم اللي انت هتشوفه قدامك دلوقتي ده مكتوب بالهكسا. اي رقم تشوفه في اي حته مكتوب لك كده 0 اكس وحاطط لك اي كلام مكتوب هنا، معناها ان هو بينبهك ان الكلام اللي مكتوب هنا ده مكتوب بالهكسا. تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب دي القيمه بتاعت الكونفجريشن ريجستر. بص القيمه دي معناها ايه؟
معناها يا بوت ستراب، دور على الاي او اس الاول في الفلاش، لو ما لقيتوش دور في التي اف تي بي سيرفر، لو ما لقيتوش امرنا لله بقى ايه، تقوم جاي رايح لمين؟ للروم، تبص في الروم. طيب اخد ايه من الروم؟ والله لو كان الجهاز بتاعك ده جهاز محترم فيه الميني اي او اس، ميني اي او اس، يبقى ناخده ونعمله لودنج في الرام. مفيش، يبقى تاخد الميني ايه او اس. وصلت؟ يبقى القيمه دي معناها هتدور لي الاول في الفلاش، بعد كده في التي اف تي بي، بعد كده في الروم. تحديدا بقى تاخد ايه من الروم؟ الاول تشوف الميني اي او اس، ما كانش فيه الجهاز ده ميني اي او اس، يبقى تجيب لي الميني ميني او اس. في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب وبعدين هنفترض دلوقتي ان انا عندي في الفلاش اي او اس، خلاص يبقى الجهاز هو بيشتغل بناء على القيمه دي. اول حاجه هيدور فيها الفلاش، هيلاقي فيها الحمد لله الاي او اس، يقعد يعمل لودنج فينها في الرامات. يقوم بعد كده ايه اللي يحصل؟ يدور على ايه بقى؟ يدور على الكونفيجريشن. الكونفيجريشن لما هيدور عليها، هيدور عليها فين؟ بناء على القيمه اللي مكتوبه دي 2102، معناها دور الاول في الانفيرام، دور في الانفيرام، تمام كده؟ ما لقيتهاش في الانفيرام، دور على الكونفيجريشن في تي اف تي بي سيرفر. حسب ما حد يدور. انا كنت مظبط له قبلها بيانات التي اف تي بي سيرفر، في التي اف تي بي سيرفر، تمام كده؟ فيروح يدور هنا، ما لقاش يبقى كده مفيش كونفيجريشن، صح كده ولا ايه؟ يقوم جاي مدخلك في حاجه اسمها سيت اب، سيت اب مود. سيت اب مود ده اللي هو بص اللي بيظهر لو انت لسه شاري الجهاز لاول مره، اول مره تشغله. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي، تعالى كده نشغل راوتر سيسكو. بص يا شيخ، انا اسحب راوتر اهو و نتفرج عليه بقى وهو بيفتح. بص ايه اللي بيحصل، البوت ستراب عمل ايه؟ تعالى كده نرجع تاني. ايه اللي حصل؟ مين اللي اشتغل في البدايه؟ البوت ستراب. خد بالك البوت ستراب ده عباره عن سوفت وير موجود جوه الروم، في منه فيرجنز، يعني 12.1 دي الفيرجن بتاعه البوت ستراب. عمل ايه البوت ستراب ده؟ بناء على قيمه الكونفيجريشن ريجستر، دور في الفلاش، اكتشف ان في اي او اس موجود في الفلاش بس لقاه مضغوط، فعمل ايه؟ فك ضغطه وعمل لودنج فين؟ في الرامات. يبقى كده البوت ستراب ادى نص المهمه بتاعته، ان هو عمل لي لودنج للاي او اس في الرامات. طيب يا سيدي بعد كده ايه بقى؟ راح يبص في الام في رام، ما لقاش ايه؟ كونفيجريشن، ولا في تي اف تي بي في كونفيجريشن. فدخلك على حاجه اسمها سيت اب مود. سيت اب مود ده بيظهر لو انت ولا مره عملت اعدادات للراوتر، زي ما انت شايف كده، اللي هو زي كده اول مره شغل الموبايل بتاعك، تلاقي بيسالك على اللغه واكونت جيميل ومش عارف ايه، نفس الكلام. فتخش بقى ايه في الدايلوج بقى، يقعد يسالك شويه اسئله كده تعمل بيها الاعدادات الاساسيه بتاعت الراوتر. لو انا عايز اطلع خلاص هطلع منها، تبدا بقى تعمل الاعدادات بتاعتك. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب يبقى زي ما انت شايف كده اتعمل لودنج للايه؟ للكونفيجريشن، ولود للايه؟ للاي او اس. لو انت عايز تتفرج على محتوى نرجع للرسمه دي، عايز تتفرج على محتوى الفلاش، وريني كده اسم ملف الاي او اس. عايز تتفرج على محتوى الانفيرام، الانفيرام بيبقى جوه كونفيجريشن، انا عايز اتفرج عليه، عايز اشوف الكونفيجريشن دي. عايز تتفرج على محتوى الرام، عندك الكوماندات دي يا سيدي، شوف فلاش اهو اخدناها قبل كده كتير. اجي كده على ده اقول له، بقول لك ايه، بس الاول اقول له انيبل، شوف فلاش كده، شوف فلاش، بص بيقول لك الفلاش. والفلاش ده عباره عن حاجه زي الهارد ديسك كده، ينفع يبقى متخزن جواها ملفات كتير. اهم ملف يهمنا اللي هو انهي ملف، اللي هو دوت ايه؟ دوت بي. ده نظام التشغيل الاي او اس بتاعنا فيرجن كام؟ 12.4، 124 دي معناها 12.4.
حجمه قد ايه؟ بص دي 50 ميجا، 50 ميجا تمام كده. ادي بص ادي 1000 وادي 1000، يبقى دي كده مليون، يبقى 50 ميجا وشويه فكه تمام. طيب وهو بيقول لك ان حجم الفلاش كله 64 ميجا، يبقى احنا كده ما عندناش فاضي غير كام؟ 14 ميجا ولا حاجه، 64 ميجا توتال تمام. طيب يا سيدي لو عايز اتفرج على محتوى في كوماند تاني على فكره ممكن اكتبه، اقول له داير، بس مش عارف شغال هنا ولا لا، فلاش داير فلاش، نفس النتيجه برضه زي ما انت شايف. او بيقول لك تقريبا اللي فاضي يعني قول مثلا ايه 13 ميجا ولا حاجه فاضي. طيب في كوماند تاني شو ستارت، شو ستارت ده بيوريك محتوى الايه الانفيرام، يعني هيوريك محتوى الانفيرام ده. طبعا بما ان الراوتر ده لسه طازه انا ما سيفتش اي كونفيجريشن ليه، فلو قلت له شو ستارت هيقول لي اسف الستارت فاضي مفيش. ممكن برضو اقول له داير انفيرام، مش عارف شغال ولا لا، داير انفيرام يقول لي نو فايلز ان ذا داير. عارف بقى لما انا اقول له مثلا كونفتي مثلا انترفيس اف 0 على 0 ماله نو شوت داون، وبعدين اي بي ادرس مثلا 10 0 0 0 0 0 مثلا 1 255 0 0 0 انتر وخلصت. بص اقول له ايه كوبي بقى الاعدادات اللي انا عملتها لك دي من الران، ما اصل كل اللي انا كتبته ده اتكتب فين دلوقتي؟ في الران، كوبي منه نسخه حطها في الستارت. او الاسهل بدل ما اكتب الكوماند ده اقول له ايه وير. دلوقتي بقى لو قلت له شو ستارت هيقول لي اه ما شاء الله بص في كوماندات موجوده اهي. طبعا هتلاقي اكيد من ضمنها الكوماندات اللي انا ايه اللي انا كتبتها اهي. طب لو قلت له اهو داير انفيرام بيقول لي في ملف اسمه ستارت اب كونفيجريشن، الملف ده متخزن. بص جايب لك هنا كمان ايه حجم الانفيرام، دي كده بالبايت ادي كده 1000، يبقى دي كده كام؟ 237 كيلو بايت. اللي مستخدم منها بناء على الكونفيجريشن اللي كتبتها كام؟ 485. زي ما انت شايف الانفيرام حجمها صغنطر قوي كده زي ما انت شايف. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب شو رن ده بيعرض لك محتوى ايه؟ محتوى الرامات. بس لما بقول له شو رن الرامات ما بيورينيش الاي او اس والكونفجريشن، بيوريني بس ايه؟ ما هي الرامات دلوقتي فيها حاجتين. خد بالك دور البوت ستراب انتهى خلاص. يعني خلاص كده مش هتلاقيه موجود في الرامات. هو كان وظيفته ايه في بدايه تشغيل الجهاز؟ هو قام جاي عمل لود للاي او اس وعمل لود للكونفيجريشن، شكرا دوره انتهى. انت تعرف ان انت بعد ما الجهاز يشتغل لو جيت على يعني الفلاشه دي لو هي بتتشال وتتحط شلتها يفضل الجهاز شغال. ما انا خلاص خدت نسخه منها وحطيتها فين؟ حطيتها هنا تمام كده. طيب يا سيدي نرجع هنا تاني. شو فيرجن الكوماند ده مهم جدا جدا. شو فيرجن ده بيعمل ايه؟ بيوريني بيانات الفلاش حجمها والمساحه الفاضيه فيها، بيانات للانفيرام، الرام حجمها قد ايه تمام كده، وبيوريني كمان اهم حاجه احنا محتاجينها اللي هي ايه الكونفيجريشن ريجستر قيمته كام دلوقتي. المفترض يطلع قيمته كام؟ 2102. فلو كتبت انا دلوقتي اهو شو فيرجن هنا كده اهو بيست انتر، بص يا سيدي بقى البيانات اللي طلعت، خليني اجيب لك من تحت لفوق. بص يقول لك الكونفيجريشن ريجستر 2000 كام؟ ها 102. طب بيقول لك ايه الام في رام بتاعتنا 239 كيلو بايت، الفلاش بتاعتنا اهو تقريبا ايه 62 ميجا ولا حاجه او 3 قول تقريبا 63 ميجا. الرامات بتاعتنا قد ايه؟ بص يجي لك في الامتحان سؤال يقول لك
يجيب لك كده امر شو فيرجن يكتبه لك ويجيب لك الناتج بتاعه. يقول لك بناء على البيانات اللي انت شايفها قدامك ده جاوب لنا حجم الرامات بتاعت الجهاز كام. دي طبعا مش حجم الرامات، دي حجم الايه؟ الفلاش. ده حجم الايه؟ الام في رام. ده الاي دي بتاع البروسيسور. هنا بيقول لك في فتحتين فاست ايثرنت. بص بص الرقم اللي فوق ده بقى بيقول لك 60 تقريبا كده 60 ميجا، وكاتب لك هنا 5 ميجا بايت. اي دي واي دي. ويجيب لك بقى في الامتحان اجابات بقى، يقول لك 62 ولا 239 ولا 60 ولا 5 ولا 65. في الارقام اللي مكتوبه قدامك دي 65؟ مفيش. لا، هي الاجابه الصح 65، لان الرامات عباره عن ايه؟ عباره عن جمع الاثنين دول. شايف الاثنين دول؟ 60 وال 65. طب هو ليه مقطعها كده؟ بص يا سيدي، هو الرامات مش الرامات دي هيتعمل لودنج فيها للاي او اس، ويتعمل لودنج فيها للايه؟ للام في رام، سوري للكونفجريشن، صح كده؟ هما الرامات عاملين فيها جزء مخصوص حجمه 5 ميجا، ده مخصص لتخزين يتخزن فيه ايه؟ الكونفجريشن. يعني الكونفجريشن لما بيتعمل لها لود في الرامات بيتعمل لها لود في الجزء ده اللي هو 5 ميجا، والباقي ده بقى متساب بقى عشان نعمل لود للووت ستراب فيه ونعمل لود للاي او اس فيه وهكذا. فهي الرامه متقطعه لجزئين، جزء 5 ميجا وجزء ايه؟ وجزء 60 ميجا زي ما انت شايف. عشان كده الاجابه الصح 60 زائد كام؟ زائد 5، صح كده؟ يبقى 65. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ جايب لك هنا ايه تاني؟ جايب لك بقى بيقول لك كل الكلام ده في امر شو فيرجن. ها جايب لك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان نظام التشغيل اللي موجود جوه الفلاش هو ده اسمه. نفس الناتج ده كنا شفناه لما كتبنا امر ايه؟ شو فلاش. جاب لنا اسم الملف اللي جوه الايه؟ جوه الفلاش. طيب يا سيدي في ايه تاني هنا موجود مهم؟ بيقول لك ان ده موديل الراوتر. يعني انت لو عايز تعرف موديل الراوتر كام بالظبط، ده 2811، تمام كده؟ مش جايب لك هنا صح المساحه الفاضيه. وفي كوماند مهم جدا اسمه شو فايل سيستم، ده مهم جدا الكوماند ده. بيقول لك ايه بقى؟ بص الكوماند ده بيقول لك ان انا عندي فلاش، الفلاش دي ريد اند رايت، يعني بحط فيها مش ريد اونلي. احنا عندنا ايه الميموري ريد اونلي؟ ريد اونلي اللي هي اللي جواها البوت ستراب، صح كده؟ طيب بيقول لي انا عندي فلاش دي ريد اند رايت، لما بتيجي تخش جواها او تستعرض محتواها بتقول له شو ايه؟ شو فلاش او سي دي فلاش، صح كده؟ طيب وعندي ان في رام، دي لما بتيجي تستعرض محتواها تقول له سي دي ان في رام. وجايب لك هنا ايه بقى؟ حجم كل واحده والمساحه الفاضيه اللي فين. لاحظ علامه الاسترن دي معناها ايه بقى؟ معناها ان الجهاز وهو بيشتغل دلوقتي لقى الاي او اس واستخدم الاي او اس اللي فين؟ اللي في الفلاش. ساعات بيبقى عندي اكتر من فلاش او عندي اكتر من مساحه تخزينيه عند في الجهاز، فاللي قدامها استريك قدامها النجمه دي هي دي اللي تم استخدام الاي او اس بتاعها اثناء تشغيل الجهاز. انا كده اتاكدت ان نظام التشغيل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي موجود جوه ايه؟ جوه الفلاش ده لو كان فيه اكتر من فلاش، تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ الكوماند ده اهو شو فايل سيستم بيوريك الفلاش والان في رام يوتيلايزيشن، المساحه الفاضيه فيهم حجمهم قد ايه. تلاقي مكتوب كده كلمه ريد اند رايت، والاسترك دي معناها ان الاي او اس اللي شغال دلوقتي موجود في المكان اللي قدامه الاسترك. نقدر احنا بقى حضرتك نكنترول البوتنج بروسيس. يعني انا اقدر اتلاعب في عمليه البوت عن طريق اللعب فين بقى؟ عن طريق اللعب في قيمه الكونفيجريشن ايه؟ ريجستر. يعني انا دلوقتي هلعب في الكونفيجريشن، هغير فيه، هخلي قيمته مثلا، تعالى كده بقى اوريك القيم بتاعتنا اللي ممكن نستخدمها. انا عامل ملف هنا اهو، بص يا سيدي
ملف هنا اهو، لو خليت قيمته، خليت اخر رقم فيه، اخر رقم فيه بزيرو، اخر رقم فيه بزيرو، يعني بدل ما هو 0x2102 اخليه 210 ايه، ها 00. الرقم اللي انا لعبت فيه ده اللي هو 2، عارف ده معناها ايه؟ معناها يا جهاز وانت بتشتغل لا تبص على الفلاش ولا تبص على تي اف تي سيرفر، حضرتك استخدم مباشره الميني او اس اللي جوه الروم، يعني تجاهل نظام التشغيل ولا كانه موجود. تيجي نجربه كده، ايه الكوماند اللي هنكتبه عشان نغير في قيمة الرقم ده؟ اقول له كده بص config، الكوماند هتلاقيني كاتبه، بص configuration register وتدي له القيمة اللي انت ايه 0x، وتحط له القيمة اللي انت عايزها. تعالى نروح هنا كده اهو بيست، احنا عايزينه 2000 كام؟ 100 صح كده؟ انا غيرت بدل دي 2 خليتها 0، انتر، نديله واحده وير. وتعالى بقى دلوقتي نعمل ايه؟ ريلود، نهرستر الجهاز، خد بالك بص ايه اللي حصل لما الجهاز اشتغل. يعني تعالى دلوقتي نطفي الجهاز ونشغله. بص 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 هو بيشتغل، اللي هيحصل فيه البوت ستراب حضرتك ها ما راحش جاب الاي او اس من الفلاش وعمل له في الرامات، امال شغل ايه؟ الرومون ريد اونلي ميموري مونيتور، اللي هو يقصد بيه بقى الرومون ده؟ نسيت انا اكتب لك هنا ان الميني او اس ده بيقولوا عليه الاو اس مش الاي او اس، ها بيقولوا عليه ايه؟ روم. فالجهاز دلوقتي البوت ستراب وهو بيشتغل دخله مباشره على ايه؟ على الروم. اهو الروم ده اللي احنا بنستخدمه في الصيانه لو الاي او اس اللي جوه الفلاش كان فيه مشكله. او بص بقى انت الروم ده عباره عن ايه؟ نظام تشغيل صغنطط كده في الضياع. في الضياع يعني لو جيت تكتب مثلا كل الكوماندات اللي احنا درسناها مع بعض، مثلا اقول له ايه؟ انيبل مثلا، مفيش حبيبي هنا انيبل، كونفتي مفيش الكلام ده، انترفيس مش عارف ايه مفيش الكلام ده. ده يعني ده هنا يعني هما شويه كوماندات كده حضرتك هما اللي مسموح لك تكتبهم، هما دول بس مفيش غيرهم. هنشوف بقى ايه الاوامر اللي بنحتاجها هنا بنستخدمها واحده واحده، هنشوف ده مع بعض بيعمل ايه. ده اللي هو يعادل الريلود، مش احنا لسه من شويه عملنا اهو؟ اطلع فوق كده بعد ما خلصنا عملنا ريلود وير وريلود. لا وانت هنا في الرومون ما تكتبش ريلود، ما يفهمش يعني ريلود، تكتب له ريسيت يقوم جاي مراستر. يبقى ريسيت هنا معناها ايه؟ ريستارت. داير، بص هنا ممكن اقول له ايه؟ داير فلاش، خد بالك. داير، بص رخم قوي هنا، داير فلاش يعني في الاي او اس لو كتبت فلاش وسكت يجيبها لك، او لو دوست فلاش ودوست تاب تلاقيه كملها لك، مفيش هنا تاب. اقول له هنا داير فلاش، بص هو هنا ما رضاش يشتغل عشان انا ما كتبتش ايه، المفترض اكتبها كده. شوف الرخامه. طب كنا هناك بنكتب يا اما داير فلاش يا اما شوف فلاش، مفيش هنا شوف فلاش، ما يبقالهاش هنا زي ما انت شايف كده هنا بقى. فعلا داير فلاش جاب لك محتوى الفلاش اهو زي اللي الدايركتوري فلاش، انا عايز اخش في الدايركتوري في الفولدر يعني اللي هو خاص بالفلاش، تمام كده اهو. طيب بص هنا ده اللي يهمنا بقى دلوقتي خلي بالك الجهاز بتاعك واقع دلوقتي، الجهاز هو بيشتغل ما بيستخدمش بقى، يعني سقط الويندوز تمام، هو الفلاش موجود بس انت قلت للكونفجريشن ريجستر ها غيرت قيمته، يعني كانك قلت للبوت ستراب ما تستخدمهوش، صح كده ولا ايه؟ طب انا عايز ارجع اشغل الاي او اس تاني، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز ارجع الرقم ده من 2100 ارجعه تاني ل 2100 وكام؟ 2. طب ارجعه ازاي؟ مش انت جوه الرومن في كوماند جوه الرومن تكتبه
وتحدد انت بقى قيمه زي ما انت عايز. بس بص خلي بالك، الكوماند اللي احنا كنا كتبناه واحنا جوه الاي او اس الحقيقي بتاعنا اللي بنشتغل عليه، ها كان بص الصيغه بتاعته ازاي، كونفيجريشن ريجستر. لا بص بقى وانت جوه الكوماند بيتكتب ازاي، كونفريج يعني كونفيجريشن. ايوه بس يعني ايه الصيغه مختلفه شويه. اه ما انا جاي اقول له معلش انا اسف حقك عليا ما كنتش اقصد، واقوم جاي مرجعها تاني كده اهو، واقول له لا حضرتك خليها لي 2100 وكام واتنين وصلت، اقول له انتر. طب انا عايز اتاكد بقى ان كل حاجه رجعت لاصلها، مش ريلود بقى هنا، ها ريسيت صح كده. اها شفت اللي حصل، عمل لود للاي او اس بتاعنا 12.4 اشتغل زي الفل. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب حاجه كمان، انا بلعب بقى، انا بلعب في ايه دلوقتي؟ بلعب في ده، ولما العب في ده الدنيا تبوظ والبوتنج بروسيس تتغير. بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي على ده اخليه ايه؟ المفترض دلوقتي الجهاز فيه اعدادات مكتوبه صح؟ يعني لو انا قلت له شو ستارت الاول، بس اقول له انيبل شو ستارت انتر، في اعدادات موجوده صح، والاعدادات دي اتعمل لها لودنج في الرامات اثناء تشغيل الجهاز. فاكر لما ما كانش في اعدادات كان دخلنا على حاجه اسمها ايه، سيت اوف مود. طب بص لو انا قلت له كونف دي كونفيجريشن داش ريجستر، بص المره دي هخلي القيمه كام، 2100 هو الطبيعي 2102 صح؟ بص انا هعمل ايه؟ هاجي على الزيرو اللي في النص ده هخليه 4 2142. دي معناها ايه؟ دي معناها يا بوت ستراب وانت بتشتغل ماشي يا عم، دور على الفلاش دور على الاي او اس في الفلاش ما لقيتوش، تي اف تي بي ما لقيتوش، خش على دول. طيب والطبيعي ان هو كمان هيدور على الكونفيجريشن في الام في رام وبعد كده تي اف تي بي، ياس يخش على السيت اب ايه مود. لما انا بغير الرقم ده بص بقى الاول بس اوضح ده، لما انا بغير 0 اكس 2 1 4، شوف انا لعبت في انهي رقم المره دي في ده، ده معناها يا جهاز وانت بتشتغل تجاهل الكونفيجريشن ولا كان في كونفيجريشن مكتوب. يبقى هو اللي برمج البتاع ده برمجه على الارقام دي، ان انت لو اديته 4 يتجاهل الكونفيجريشن. بص يبقى بص لما انا قلت له الرقم الاولاني ده خليته 0 معناها تجاهل الاي او اس وخش على طول على ايه؟ على الميني او اس. لما خليت ده 4 معناها تجاهل الكونفيجريشن وخش على طول على السيت اب ايه؟ سيت اب مود اللي بيظهر لما ما يلاقيش كونفيجريشن. عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الجهاز هو بيشتغل هيلود الاي او اس ومش هيدور اصلا في الام في رام على حاجه ولا في التي اف تي على حاجه، ويقوم جاي مدخلك على السيت اب مود كان مفيش اصلا كونفيجريشن. فتعالى كده نجرب. فانا هاجي هنا كده اهو اقول له خلاص انا عملتها اهو كنترول زد، اديله بس واحده ور وواحده ريلود. بص بقى الجهاز وهو بيشتغل دلوقتي ريلود، بص الجهاز هو بيشتغل دلوقتي خد بالك، هو دلوقتي جاب الاي او اس بس بص عمل ايه، ولا كان في كونفيجريشن موجوده في الجهاز، تجاهلها تماما. امتى بنحتاج حاجه زي دي؟ هنشوف قدام واحنا بنعمل حاجه اسمها باسورد ريكفري، بنحتاج ان احنا نخلي الجهاز مؤقتا يتجاهل الكونفيجريشن. تمام. طب انا بقى عايز ارجع القيمه اصلها تاني، انيبل كونف تي اقول له كونفيجريشن ريجستر معلش بقى انا اسف 0 اكس 2100 كده بقى. لو انا عملت له ريلود بص بقى مش هيتجاهل بقى الكونفيجريشن، الدنيا هتشتغل زي الفل معانا بدون اي مشاكل، وهياخد الكونفيجريشن يعمل لها لودنج فين، في الرامات.
تمام كده، في مشكلة؟ إيه. طيب احنا كده رجعنا قيمة الايه الكونفيجريشن ريجستر لاصله تاني. طيب حاجة كمان، احنا كل ده عمالين نكنترول البوتينج بروسيس. فين فين فين؟ ايوه عملنا كنترول البوتينج بروسيس. من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تعملها، انت ممكن تخلي الجهاز يخش في الميني اوبريتنج سيستم اللي هو اسمه رومون، صح كده؟ مباشرة من غير تغيير، من غير تغيير الكونفيجريشن. لما كنا بنخلي الكونفيجريشن ريجستر 2100، من كنت بخلي الرقم ده كده 2100 وجربناها عملي، كان بيخش على طول. انا ممكن اعمل ايه بقى؟ بص، في طريقه ثانيه. بص انا هريلود الجهاز ده، هعمل له ريلود وهو بيشتغل في البدايه. عارف انت على جهاز الكمبيوتر بتاعك شو هو بيشتغل في البدايه؟ لو دوست ديليت ولا اف 2 مش بيدخلك على حاجه اسمها بايوس، صح كده؟ يا عم تخيل ان الروم ده حاجه شبه البايوس. لما اقول له ريلود وهو بيشتغل ادوس كنترول سي، انا كده دخلت على الرومون من غير ما احتاج ان انا اغير قيمه الايه الكونفيجريشن ريجستر. انا اللي عملت انتربت للتشغيل في البدايه، قلت له لا 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 لا، هو كان البوت ستراب بيشتغل بتلقائيه حسب قيمه الكونفيجريشن ريجستر، هيروح ياخد الاي او اس من الفلاش ويحطه في الرامات. لما انا دوست كنترول سي قلت له لا الغي الموضوع ده وخش على الرومون على طول، انا اللي قلت له كده مانيوال. ساعات بنحتاج ندوس بدل كنترول سي كنترول بريك، زرار البريك ده اللي احنا دورنا عليه عندك في الكيبورد مش لاقيين، او بندوس على بريك. تمام، يا كنترول بريك يا بريك، يا اما ندوس على كنترول كنترول سي زي الباكيت تريسر. ماشي، وصلت هنا بقى. لو انا قلت له ريسيت يعني راستر، خلاص خلاص، هو الطبيعي هيرجع يلود الاي او اس من تاني. ده انا اللي كنت قلت له ما تعملش لود الاي اس لما دوست كنترول ليها سي. اوكي، يبقى انت لو عايز الجهاز يخش، لو انت عايز الجهاز يخش في الـ في الـ في الرومون، قدامك حاجه من اتنين: يا تغير قيمه الكونفيجريشن ريجستر تخليها 2100، يا اما والجهاز بيشتغل تدوس ايه؟ دوس كنترول كنترول بلس. ها، في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يوم في البدايه وهو بيشتغل في اول 10 ثواني قبل ما يعمل لودنج للاي او اس في الرامات. تمام، نرجع تاني بقى كده هنا للاجنده بتاعتنا. احنا كده عملنا كنترول للبوتنج بروسيس وفهمنا البوتنج بروسيس. دلوقتي بقى قادرين ان احنا نفهم بقى لما نيجي نعمل باك اب للاي او اس، نعمل باك اب للكونفيجريشن بتاعتنا، هنفهم ان شاء الله الدنيا شغاله ازاي. اوقف الفيديو على كده ونشوف فيديو جديد للباك اب اللي هنعمله. في اي سؤال؟